معانا دلوقتي نموذج لفنان اختار انه يبدع في فن النحت باستخدام الورق، وده يعتبر تخصص نادر جدا للي بيشتغل عليه وبينتشر اكتر في الصين. بنسمع عن ان حد بينحت بالصلصال، بينحت في الصخر، لكن بينحت في الورق دي جديده. الموهوب مين عماد صمم مجسد عدد كبير من الشخصيات والاشكال المختلفه، وكان ابرزهم تمثال العالم المصري والطبيب العالمي مجدي يعقوب، واللي قدر انه ينفذه باستخدام 2500 ورقه. خلينا نرحب بيه ونتعرف منه على تفاصيل هذا الفن الجميل ونعرف منه بيعمل ايه بالظبط. اهلا بيك يا نادر، اهلا بيك يا مينا، منورنا في صباح الخير يا مصر. بنورك يا فندم. قول لنا بقى انت بتعمل ايه تحديدا؟ يعني الفن ده الاول هل ليه مدرسه معينه؟ هل ليه اساتذه يعني بيدرسوها؟ هل ليه مدارس معينه؟ ولا انت جبت الفكره يعني من بره؟ لا، هي الفكره انا شفتها على النت وعجبتني جدا. بحثت كتير ان الاقي اي تفاصيل عنها، بس ما لقيتش اي طريقه ترشدني ان انا اعمله. ففكرت كتير ان انا اعمله، وبعد كده فشلت فيه عده مرات، وبعدها قدرت اوصل للنتيجه، نتيجه اللزق ونتيجه النحت. طيب انا شايفه نموذج شكله رائع انت عامله بنفسك. حاجه بقى زي التمثال اللي انت عامله ده بياخد منك وقت قد ايه عشان تقدر تعمله؟ بتحط مكات ولا بتشتغل على طول؟ يعني احكي لنا علشان تقدر تطلع تماثيل زي اللي احنا شايفينها كده، بتعمل ايه؟ انا اول حاجه انا بجمع الورق كتله، وبعد كده بنحته. يعني تمثال الدكتور مجدي خد مني 2500 ورقه. طبيعه الورق ايه علشان تقدر تمسكه؟ له لازم كثافه معينه، تقل كام جرام الورقه، ورق لامع ولا ورق مش لامع؟ يعني احكي لنا كده التفاصيل. هو الورق 80 جرام اللي انا بستعمله. خامه الورق العادي، الورق المدني بتاع الطباعه هو اللي انا بستعمله، والسمك بتاع الورقه 80 جرام. تمام. اول حاجه انا بلزقها في الورق كتله، وبعد كده بشتغل بالصاروخ اجسم التمثال اللي انا عايزه. انا مش دارسها، يعني انا مش دارس النحت، بس يعني هي موهبه عندي ان انا فكرت كتير ان انا اوصل للنتيجه بتاعها. طب ابرز الشخصيات، انا شايف محمد صلاح، مجدي يعقوب، ابرز الشخصيات مين وعملتها ازاي؟ وهل كان في مشاركات في معارض او حاجات كده؟ قدمت في معرض لنفوش في الاسكندريه تمثال توت عنخ امون، كان موجود مع الوزير حيدر طارق. انبهروا جدا بالفكره وبشكل التمثال. كان اول تمثال اعمله من الورق هو توت عنخ امون. وبعد كده؟ بعد كده عملت محمد صلاح، وعملت الدكتور مجدي، وعملت منتجات تانية. طيب بعد ما بتعمل بقى التمثال، بتلونه ولا بتطبع له الحاجات اللي بتحدد له الملامح، ولا انت بتستخدم الوان مختلفه من الورق بحيث ان هي اللون الورق لو اللون ملون اصلا في الاساس بتحطه عليه على طول ويعمل لنا الملامح اللي احنا شايفينها؟ لا، هنا الالوان انا بعملها بالوان زيت، اللي هي الزيت بتاع الرسم. هي دي اللي بلون بيها، بلونه بالوان زيت. والتمثال بياخد وقت قد ايه علشان يبقى في الهيئه بتاعته والالوان تنشف، يبقى كله قابل للتعامل معاه ووضعه ونقله من مكان لمكان؟ هو التمثال في الالوان لازم، وانا بلونه لازم افتح التمثال علشان ما يلزقش. لان تمثال محمد صلاح وانا بلونه نسيت افتحه فلزق مني، اضطريت انحته تاني. لان هي دي الفكره، ان لازم التمثال يتفتح، ما ينفعش ان انا الونه واسيبه مقفول، هيلزق، هيبقى كانه كتله واحده. كل الورق والملامح هتسيح مع بعض. هيلزق التمثال، هيلزق، هيبقى كانه كتله واحده. مش هيبقى مرن معايا. ايوه، بس انا برضو معلش مش يعني مش فاهم انت ازاي بتنقله وبتتحرك بيه من مكان لمكان؟ يعني هو في النهايه ورق، يعني لو شويه ميه وقعوا عليه الموضوع ده كله، انت هل بتحطه مثلا في صندوق؟ بتنقله ازاي من حته لحته؟ بتيجي ازاي من لا انا
بنقوله عادي يعني، انا بكون لفه بكيس وبلاستر علشان ما يفكش معايا لو انا هنقله من مكان لمكان. أها. وهو مش تقيل قوي برضه يعني، خفيف يعني، وزن تمثال الدكتور مجدي 5 كيلو. أها كويس، فالموضوع بالنسبة لك مش أزمة. طب ما تعرضتش نعم. ما تعرضتش لموقف إن مثلا يقع عليه مية، إنه يتطبق، إنه يحصل معاه أي نوع من أنواع ال في الحالات دي لو حصلت معايا، هي بعيد عن المية يعني، هي المية هتبوظه، طبعا. لكن في أي حاجة تاني في تعديل للتمثال يعني، لو اتقطع هيتعدل، حصلت له أي حاجة هيتعدل، بس بعيد عن المية. المية أصعب حاجة. طيب اه لكن أي حاجة تاني لا، التمثال بيتعدل، اتطبق بعدله، هزود له ورق عادي. فدي حاجات يعني ما مش عيب ان هي هعرف اعدلها. طيب الديورابيليتي او جودة التمثال اللي تخليه مستمر معاك وما يبقاش لمجرد العرض للحظات وخلاص، احنا هل بتدهنه بحاجة معينة مثلا يمينة بحيث ان هو يبقى المية ما تبوظوش، او حاجة مشابهة لحاجة زي كده، ولا احنا بنعمل ايه؟ اه انا في تمثال الدكتور مجدي دهنته علشان الميه، دهنته بلاستيك قبل الالوان، دهنته بلاستيك قبل بلاستيك قبل الالوان الالوان علشان ولونت فوق الميه. البلاستيك. اه تمام. واضح ان في جهد كبير، واعتقد انك بتعمل مدرسه جديده للنحت يا مينا. بنشكرك على الفكره، وبنشكرك ايضا على تطبيقها، شكرا، وبنشكرك على الاشكال أنا الجميله بشكرك. اللي عملتها من اول الملك الجميل المصري توت عنخ امون، مجدي يعقوب، محمد صلاح. بنشكرك مين عماد، النحات اللي بيشتغل بالمجسمات من الورق، فكرة جديدة خالص يا مان. أكيد مختلفة، ودايما في مكان لكل الناس اللي بتفكر وبتطلع حاجات مختلفة وجديدة.